عندي 74 سنة ولم أحصل على أي شهادات لحد سنة 6 ابتدائي. اتجوزت أستاذي الله يرحمه ويحسن إليه، كان مدرس ليا بيديني في المدرسة، واتجوزته وأنجبت منه أولاد صالحين أكثرهم حفظة القرآن. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأسفار فهم مكمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الحمد لله والشكر اللي من علي الله بنعمة كبيرة جدا اللي هي كتابة القرآن الكريم بخط إيدي 30 نسخة، الحمد لله والشكر لله. والسبب إن أنا كنت عايزة أحفظه ما وفقتش، كان سني ست داخل السبعينات ساعتها، فاللي بحفظه بنساه، فبسأل الست الداعية اللي في المسجد بقول لها اللي بحفظه بنساه أعمل إيه؟ قالت لي اكتبي اللوح علشان خاطر يثبت عندك. قلت لها دي حقيقة، لما بكون عايزة عين حاجة بكتبها بدنها ثبت. فجيت أكتب، كنت ساعتها قعدت في ست أجزاء يجي 3 أشهر علشان أحفظه، مش موفقة برضه. قلت أكتب بقى، لقيت خطي جميل في الكتابة، رحت اعتزلت الحفظ وقلت أكتب بقى. صرت أكتب بقى إيه لما ربنا من عليا وحفظ، وكتبت 30 نسخة. لما جيت أكتب قلت على ما أخلص المصحف كتابة يكون إيه تقطع، فكنت باخد رزم كده، والرزمة اللي خلصها أربطها في فتلة بالإبرة زي الفلاحين كده لغاية ما أخلص 30 مصحف بالترتيب كده، أو موديهم مربوطين كده بكيس للمجال للتجليد يجلدوهم ويجيبوهم لي، لأنني لو أكتب قبل ما أجلد كان هيتقطع مني. أنا اللي دفعني لقراءة كتابة كتاب الله الكريم الوقت الفراغ اللي عندي، لأني جوزت ولاد وفاضية، فاستثمر الوقت دي في إيه؟ في كتابة القرآن، عشان لما كنت بكتب وهغلط في خط في حرف أحس إن حد بيشيل إيدي من على الإيه؟ من على بالقلم ينطرها. ارجع للمصحف لاني كنت هغلط في ايه في حرف او كلمه مش هي. بس لما كنت عايزه اعرف الايه دي نزلت في غزوه ايه، ولا على الرسول في ايه، ولا على ابو بكر في ايه، كنت اسال الحاج لانه هو دارس عني، هو كان زوجي الله يرحمه ويحسن اليه، فهو ساعدني. وبقيت برضو اجي اسطر المصحف، عندي رحصه في ايدي كان يسطره لي الفهرس، هو اللي بيكتب لي المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما تتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد.